ما كيمياؤها وما سرها بعد هذا التتويج الشعبي العفوي لجماهير غفيرة حضرت لترسم الانتماء الحقيقي لحركة عملاقة تجاوزت من العمر قدراً وفيراً ولم تشخ؟ سوف تبقى فتية عصية على الانحصار في هذا المد البشري الأجل، أعظم منجز نقدمه لفاتحة الثورة الفلسطينية المعاصرة. ينبض قلبي باسمك فتح، يهتف شعبي عاشت فتح، اطيري غني نادي فتح، عاشت ذكراك يا فتح. كما كل مرة تضيء هذه الكتيبة شعاعا أصفر تعكسه الحشود المشاركة في ذكرى انطلاقة فتح التي تحتضن طاقة الوفاء هذه بمجد أكبر يصنعه المشهد وصانع المشهد، لتملأ فتح الأفق في ساحة تعاقب عليها الطيف الفلسطيني ليراهن على وجودها، فكانت وملأت وتمددت على نحو يليق بحجم تضحياتها وتاريخها. هي صنيعة عمالقة في البطولة صعدوا من قهر وقسوة الظروف والتشرد إلى قمة القمم، فنهضوا بجماعاتهم على نحو يصعب تخيله حتى وصلنا إلى ما نفاخر به اليوم، وفاء وعزا وانتماء للفكرة ومؤسسيها ومطلقيها ومن سار على درب هندسة العمل الثوري وعبد طريق الدولة. لغة المشاعر تتزاحم هنا، لغة يتجمد فيها التعليق حين لا ينبغي الكلام، فالحكاية أبلغ والصورة المتواترة تباعا بهذا التضخم البشري أعمق. فيها يعني الاستثمار الحقيقي لحركة النضال لعقول وقلوب من آمن بفكرة الثورة الأولى وأبطالها من شهداء وجرحى وأسرى. من أرض الكتيبة، من غزة، إسلام الزعنون، تلفزيون فلسطين.